هذه فيك وهذه فيا. دولشي وايد حرامية. دولشي وايد حرامية. هاتف ليك وهاتف ليا. هاتف ليك وهاتف ليا. دولشي وايد حرامية. يا اخوانا طمونينا. 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 هاتف ليك هاتف ليا. هاتف ليك هاتف ليا. دولشي وايد حرامية. انا بنطلب احنا عندنا النهارده في معاشات النهارده 10 مليون في 5 مليون معاش النهارده ما بيحصلوش ال 500 جنيه بنطلب رفع المعاشات حد ادى ال 1200 جنيه المعيشه النهارده غليت الناس مش قادره بيطلع بتاع المعاش النهارده اكتر معاشه ما بيكفوش علاج ولا عيش البيت ولا دفع ايجاره والحاجات دي النهارده العبء جامد احنا بنطلب حقنا وبنجيب فلوس مش هتدفعها الدوله دي فلوس المعاشات النهارده في مستحقات للناس اصحاب المعاشات بالمليارات لو هم راعونا في العائد بتاعها في العائد بس هيرفعوا مستوى الناس اللي هي تعبانه اللي هي زينا اصحاب المعاشات النهارده الناس بتبقى وصلت لسن رذيله اصحاب امراض عندهم اولاد اصلا عايزين يتجوزوا عايزين يكملوا تعليم الى اخره متطلبات الحياه مع ارتفاع التضخم كل ده المعاش ما بيكفيش فاحنا عايزين العائد بتاعنا اللي هي فلوسنا احنا مش عايزين حاجه من الدوله احنا بنقول